مرحبا، انا الدكتور فراس جعلو، اخصائي طب وجراحة العيون في مشفى ميدي كلينيك النور. سنتحدث اليوم عن عيادة الشبكية في ميدي كلينيك النور. تفضل نتكلم اكثر عن الخدمات التي توفرها هذه العيادة. في عيادة الشبكية سيتم توفير جميع الفحوصات التشخيصية وجميع العلاجات المعتمدة على الإثباتات العلمية، سواء كانت هذه العلاجات جراحية أم دوائية. بالإضافة سيتم التعاون مع زملائنا في جميع الاختصاصات المرتبطة في أمراض الشبكية، سواء كان في الأمراض الباطنة أو أمراض المفاصل أو أمراض الغدد الصم. سوف أتحدث باختصار عن الحالات التي سنتابعها في عيادة الشبكية في مشفى النور خليفة. أولاً، اعتلالات الشبكية الناجمة عن مرض السكري. ثانياً، اعتلالات الشبكية الناجمة عن التقدم في العمر. ثالثاً، انفصالات الشبكية ونزوف جسم الزجاجي. رابعاً، التهابات داخل العين. وخامساً، الثقوب اللطخة. سوف أتحدث باختصار عن علاجات هذه الحالات. انفصالات الشبكية غالباً علاجها سيكون جراحياً. اعتلالات الشبكية الناجمة عن التقدم في العمر تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو النوع الجاف، وهذه للأسف لا يوجد لدينا أي دليل علمي على علاج ناجع لها، ولكن الحمية الصحية والتوقف عن التدخين تساعد في إبطاء تقدم هذه الحالة. أما النوع الرطب فهو يؤدي إلى نمو أوعية جديدة ضمن أنسجة الشبكية، وهذا علاجها غالبا سيكون في حقن داخل العين بوقت سريع. أما التهابات داخل العين فهي غالبا ناجمة عن أمراض جهازية، فيتم التعاون ما بيننا وما بين زملائنا في غالبا أمراض المفاصل والأمراض الداخلية لعلاج هذه الحالات. أما علاج الثقوب اللطخة فهي غالباً علاجاً جراحياً أيضاً، وجميع حالات جراحة الشبكية حالياً تكون بالنوع اليوم الواحد، وغالباً تحت التخدير الموضعي. وأخيراً سوف أتحدث عن اعتلالات الشبكية الناجمة عن مرض السكري. اعتلال الشبكية الناجم عن مرض السكري هو يصيب معظم المرضى في أعمار العمل من عمر 25 إلى 65، وهذا من الأمراض الذي إذا لم يتم معالجتها بشكل صحيح فقد يؤدي إلى العمى التام. فلذلك أنصح جميع مرضى السكري بمراجعة عيادة الشبكية بشكل روتيني لعلاج أي اعتلال شبكية بشكل مبكر. وعلاجات اعتلالات الشبكية بشكل مبكر تكون إما بالليزر أو بحقن إبر، أو في الحالات المتقدمة يكون علاجاً جراحياً، ولكن أفضل علاج لاعتلالات مرضى الشبكية السكري هو المتابعة الدورية للتقليل من حدوث الاختلافات الخطيرة لهذا المرض. وفي النهاية نتمنى الصحة للجميع، وسلامة أعينكم هي أولويتنا.